شاب مراد، عندي لك 20 سؤال جاوبني عليهم بشكل سريع. جاهز؟ جاهز. أكثر مغني راي يعجبك؟ شاب حسني. مغنية راي تعجبك؟ شاب خيرة. رقم واحد في الغناء في نظرك في 2021؟ 21 في الراي. كاش. كاش رقم واحد. كاش رقم واحد. كاش رقم اثنين. أنايا. لازمو أو لمسيو؟ لمسيو. هل تظن فعلا أن ستايل الزنقاوي سيقضي على بعض أغاني الراي الجديدة؟ البعض ماشي كاع. أكثر حاجة ندمت عليها؟ ما عنديش حاجة ندمت عليها. ما ندمت على والو؟ لا. هل حقا الشاب مراد ممنوع من دخول الأراضي المصرية بسبب أغنية حرامي؟ سمعت هكا نهار اللي غنيت أغنية حرامي، جاتني هكا هضرة بلي هذا المغني لا اوكي، بصح ما ماشي متاكد. مش متاكد. هل تنوي المغامره والذهاب لمصر في يوم ما؟ راني باغي نروح والله العظيم، كل عام نقول هذا العام نروح وما تكتبتش. يعني تجرب حظك. نجرب حظي. شاب مراد، انت متهم بسرقه مال رضوان كوبرا وعدم تسديد مستحقاته الكامله في كليب ها قلبي. لا لا ما كاش من هذا. سمعت هاد الهضرة سيفري هكا، مي أنا من اتصلت به باش نخدمو أنا باش يخدم معايا في الكليب ما هضرناش كاع على المال. خدم معايا، جا عندي للدار وخدمنا الكليب وخرجت لا شونسون، ما هضرناش في هذا الموضوع كاع تاع المال ولا. أيا من بعد خرجت لا شونسون دار سيكسي، لحقتني هكا هضرة بلي رضوان واش راه يقول، راه يقول بلي ما عطيتوش حقه كاع، مي رسميا مانيش عارف. ما اتصلتش برضوان باش تستفسر؟ ما اتصلتش به مادام ما سمعتهاش من عنده ما نحرجهاش. ليسونسيال ما كانش بيناتكم دراهم؟ ما كانش بيناتنا دراهم لا، هذه زعما حاجة مؤكدة. أبار إلا هو راه في راسه حاجة وما قاليش مانيش عارف، المهم أنا ما اتصل بيه ما قالي، جاتني هكا هضرة مانيش متأكد. مراد، هل فعلا الشاب مراد اتصل بإحدى العيادات الخاصة من أجل إجراء عملية تجميل؟ لا لا أبدا. ما طلبتش من أحد أصدقائك يديروا هذا العمل؟ لا. ما نويتش دير عملية تجميل؟ لا بالك بغيت ندير تاع لي سيرن. إيه بصح ماشي تجميل هكا. أنا عندي لي زيو إيريديتيغ كيما نقولوا وراثي تاع لي سيرن، بغيت نحي منهم شوية هذاك. يمشي عملية تجميل. وما فكرتش في شفط الدهون أيضا؟ فكرت فيها هذه. تعتبر عملية تجميل هذه تاني؟ وي صح. أنا التجميل زعما غير في الفيزاج. يعني كاين؟ لا شفت شحون كاينة منها. من بعد؟ من بعد حبست خفت. ماشي خفت، في هذيك المومون كان توفى الصديق تاعنا وري منار. هي وشفت انت الوفاة تاعو كانت عن طريق عملية تجميل، ابا حبست خفت انا ما كذبش عليك. شاب مراد، هل فكرت في التوبة والاعتزال في وقت سابق؟ لا لا جامي. هل تنوي الاعتزال؟ مازال شوية مازال. احيانا جيني هكا في راسي زعما ندير اغنية هكا تاع اناشيد. دير انشودة. انشودة فوالا. مي مازال ما كل خطرة تاني نقول نديرها. أنا عندي حاجة زعما نديرها بيت في راسي، مي الوقت من سا ديبون وينتا، المهم ندير حاجة في راسي نوصلها بإذن الله، بصح ما نحددلهاش وقت حتى تجي الفرصة. مراد، ما هي المشاكل الرئيسية التي تواجه الفنانين اليوم؟ والله مشاكل مادية. العمل مي راه العمل حابس كيما نقولوا، طولت علينا الحالة 12 شهر بدون عمل. الناس انضرت بزاف، فنانين بزاف انضروا. كاين اللي كان عنده دراهم اكوتي صرف منهم، كاين اللي ما كانش داير دراهم نغبن، وكاين تعرف الناس عندهم عائلات عندهم اولاد وما كانش غير مخروج. داير اكوتي مراد ولا لا؟ كنت داير اكوتي مي كيما نقولوا خلاص. عدا الفن هل لك مدخول اخر مراد؟ لا ما عنديش. اكثر فنان تتمنى تدير معاه ديو في الوقت الحالي؟ مانيش عارف، ما عنديش في راسي واحد، ما عنديش. ما عندك حتى فنان حاب دير معاه ديو؟ لا. هل لك خلاف مع احد الفنانين؟
ماشي خلاف، ماشي خلاف كيما نقولوا، زعفت منه، زعفت منه. شكون هذا؟ كاين واحد في وهران ما نقولش اسمه، عم خرجت اغنيه تاع على الكورونا، وهو راح دار ان ستاتي قال بلي زعما الناس تموت وانتم ما تغنوا منا شغل. هنايا في هذه ضرني شويه سان بارو اللي هو يعني قال انه تركبوا الموجه كل واحد. يعطيك صحه سي صح. واش تقول له رسالتك ليه؟ يقولوا بلي ها راهي الكورونا مازال قاعده والعالم قاع خرج اغاني سما، انا ما درتش غلطه بالعقد، كنت انا السباق، كنت انا الجارئ، باسكو الناس مازال راها الكوفيد والناس مازال راها، الناس قاع خرجت اغاني من بينهم هو. الو شي غلطتي، غلطتي هو. اكثر شخص راك متوحشو؟ عندي صاحبي، عندي صاحبي في الغربه سموه فيصل، متوحشه بزاف، عنديش حال مده ما شفتهاش. اخر دمعه وقتاش طاحت؟ والله ماني عاقل، ما راك شافي. ماني شافي. اكثر ناس في الحياه عزاز عليك؟ الوالدين والعائله الصغيره، الزوجه تاعي وولدي. هل تظن مراد انك ظلمت في وقت سابق؟ واه ظلمت. من عند من؟ ظلمت كما نقول في البدايه الفنيه، كان شغل ما عطاونيش فرصه باش بينت الموهبه تاعي، وقالوا بلي هذا زعما ما غاديش، ماشي هذا الانسان اللي غادي يوصل، ما عندهاش كاباسيتي زعما باش يكون ان غون شونتور. مراد هل لك اعتذار تريد ان تقدمه الان وعلى المباشر؟ نعتذر من الجمهور تاعي الا كاش ما كيما نقولوا خسرت في كاش اغنيه ولا قلت كلمه بالك ما عجبتهمش، ولا اعتذر لهم. اكثر اغنيه ندمت عليها؟ اكثر اغنيه ندمت عليها؟ ماشي ندمت عليها انا، بالعكس كيما نقولوا الاغنيه هذه هي اللي حلت لي البيبان وبها درت سيكسي كبير ودرت اسم كبير، من الناس فهمتها بطريقه اخرى، هي الاغنيه تاع شيره شابه. باسكو انا هذيك الاغنيه قلت فيها بلي ما قلت خطيك من هذيك الحاجه زعما ما ديريش هذيك الحاجه، هما قال لك راك تغني على المخدرات وعلى منها. من واحد لعشرة بكم تقيم صوتك شاب مراد؟ سبعة على عشرة. مراد شكرا لك، شرفتني بحضورك. شكرا لك تاني على الاستضافة. خليك كلمة الأخيرة تفضل. نشكرك الأخ ياسين ونشكر الحصة تاعك، والحق أنا من المتتبعين ومن المعجبين بالأخ ياسين وبالحصة تاعكم، ونشكر كاع الجمهور الجزائري اللي شجعنا، يعطيكم الصحة. أكيد ما حش نروحو قبل مقطع أكابيلا. تفضل. كان عالمي عشقنا كان أمر إنيك، رحتي من قدامي فرمشت عين فاسو دراماتيك، تبقي بصمة في حياتي، تبقي أفي أفي خرافي عشقي ليك، أيوة خرافية. شكرا مراد. شكرا، يعطيك الصحة.